السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الخامس ابتدائي معانا ورك بوك بيج 15 صفحة 15. السؤال الأول بيقول لي ريد أند سيركل، اقرأ وضع دائرة. السؤال الأول دايما بيكون دايما محلول every winter، كل شتاء، نقط in Canada، في كندا. Every winter ده مضارع بسيط، عشان كده لازم اختار الفعل المنتهي بإس، وكمان عندي إت، ضمير إت دوت قاعد على winter، عايدة على مين؟ المفروض تكون عايدة على weather، على الطقس. الطقس في كندا دايما it snows، the weather snows. طيب نقط إن كندا ناو، الله ناو، عندي ده مضارع مستمر. المضارع المستمر لازم يكون الفعل منتهي بـ ing، ولو أنا عندي خلاص آخد الفعل منتهي بـ ing. It's raining، أهي طبعا كل ده هيتشرح بالتفصيل على السبورة فيما بعد. Not usually hot in Kuwait، أنا عندي usually ده مضارع بسيط، عشان كده أقول له it is. What is the weather? What weather is the weather like today? أنا بسأل سؤال عن حالة الطقس اليوم، أقول له what is the weather؟ ده سؤال إحنا خدناه وحفظناه. Grandpa الجد نقط in a snowstorm last ده ماضي. ماضي بسيط last Wednesday. Grandpa جراله إيه في عاصفة ثلجية في يوم الأربعاء الماضي؟ نقول is، طبعا ما تصح مع last، وإما was أو where، الاتنين تمشي في الماضي، لكن هاخد مين بقى فيهم؟ was بتيجي مع اسم مفرد، where بتيجي بعد اسم جمع. هي جراند بقى ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، عشان كده ناخد اللي بتيجي بعد اسم المفرد was. جد كان في عاصفة ثلجية الاثنين الأربعاء الماضي. A big truck cleared the snow and the grandpa، شاحنة كبيرة مسحت الثلج، والجد عمل ايه؟ هوم، قاد الى المنزل. دروف، اخد دي دروف عشان ده ماضي، خلاص الحدث ده حصل في الماضي. السؤال الثاني write the long or short form، اكتب الشكل الطويل او القصير. It's usually hot in Kuwait، كتبنا الشكل الطويل من it's، it is، وكمل بقية الجملة. طيب اكتب الشكل الطويل من couldn't، could not، يعني يا ولاد انا هعمل كده، اقول ايه؟ اكتب could زي ما هي، شايفين could اهي، could لحد الدي، والابوستروف دي اخليها او تحت بين ال ان والتي اهي، not، خلاص واكمل الباقي see anything. يبقى انا عملت ايه يا ولاد هنا؟ ها كتبنا كود من السي لحد الدي، وال 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 وكودن كودنت نزلت الابوستروف بالاو بين الان والتي، وعملت مسافه بين كود ونوت. طيب نكتب الشكل المختصر بتاع اي وود، هتبقى ايه؟ هتبقى اي، هعمل ابوستروف، هشيل من ال W لحد ال N، واكتب ال D، أيد، ونكمل الباقي. لايك تو فيزيت كندا، أنا أود أن أزور كندا. What is the weather like؟ نقول إيه؟ نجيب الإجابة بشكل كامل من what is إزاي؟ What is؟ ونكمل the weather like. خلاص؟ You should not go outside، عايزين نجيب الشكل المختصر الشكل القصير من should not. هكتب الأول you، احنا فاكرين not بعملها ازاي؟ اجيب بقى الشكل المختصر من not، هكتب should، هحط ال n، الزق بقى not في should، بس هكتب n، ارفع ال o بقى بصرف، وبعد كده اكتب ال t، go outside.
تذهب إلى الخارج. You must not drive in the snow. أجيب الشكل القصير من must not. أكتب الأول you. هكتب must زي ما هي. ال N أكتبها. أحط ال O بقى بصرف. وبعد كده not drive in the snow. في أفهم. أظن تكونوا فهمتوا. السؤال الأخير بيقول لي combine add ing to each word. ضيف ing لكل كلمة. هنضيف ing إلى كل كلمة. ضفنا ing مع snow بقت snowing. تعالوا نضيف ing مع ski. هتبقى ing بقت skiing. هنضيف ing مع ice skating. هتبقى كذا ice skate. لما اضيف ing إلى كلمة نهايتها e هحذف الe. هحذف مين؟ الاي. كلمة نهايتها اي هروح حذف الاي وهروح ضايف الاي الاي ان جي. ايه الكلمات التانية اللي في نهايتها اي؟ ادي كلمة في نهايتها اي احذف الاي قبل ما اضيف الاي ان جي. ادي كلمة تانية في نهايتها اي هحذف الاي. خلاص طيب تعالوا نضيف الاي ان جي الويت ينتظر. اكتب الكلمة مش في نهايتها اي فاروح ضايف الاي ان جي بشكل طبيعي. اي كويت كتبناها زي ما هي ضفنا لها الاي ان جي. اللي بعديها ستارت هنكتبها زي ما هي ستارت يعني يبدا واضف لها الاي ان جي. بس كتب لك كلمه عادي وضفت لها الاي ان جي. طيب انا عملت ايه يا اولاد؟ حذفت الاي عشان هي اخرها اي. هكتب بقى الكلمه درايف الاي محذوفه خلي بالك اوعى تكتب الاي واروح ضايف مين الاي ان جي. خلاص يا اولاد درايفنج يقود يقود. ستوب هكتب الكلمه زي ما هي واضيف لها تايم. الكلمه دي هنضيف دي اقول لكم ليه وبعد كده اضيف الاي ان جي. بعد ستوبينج انا ليه ضفت هنا بي ضعفت البي زودت بي تانية؟ عشان الكلمة منتهية بحرف ساكن ده حرف ساكن قبليه حرف متحرك قبليه حرف ساكن. انا لو بصيت يعني متحرك بين ساكنين لو بصيت في اخر ثلاث حروف هل ده متحرك بين ساكنين؟ متحرك بين ساكنين؟ لا ده متحرك بين ساكن ومتحرك. هو ده اخر ثلاث حروف ده ساكن بين ساكن ومتحرك. ها طب دوت ده متحرك بين ايه؟ ده متحرك برضه وده ساكن. طيب تعالوا نشوف الكلمه الثانيه الاخيره. هكتب كلمه فيل زي ما هي. انا مش هزود هنا ال ليه؟ عشان دي متحرك بين ساكن ومتحرك الاي بين ال والاي وهزود الاي ان جي. فيلينج فيل يعني اشعر. طيب انا عندي هنا اهو متحرك بين ساكنين ادي ساكن وادي ساكن. خلاص في الحاله دي هزود مين؟ ازود حرف التي. هنزود حرف التي هنكتب جت وازود حرف التي واروح كاتب الاي ان اي ان جي بقت جيتنج. خلاص يا ولاد. طيب هاف مسحنا الاي وكتبنا وزودنا ال ING هنزود ال ING. اوعى حد يقول لي ده متحرك بين ساكنين. لا ما حبيبي ما انت عندك الاي حذفتها فهنا ال V بين متحرك ومتحرك ساكن بين متحركين. لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.